الأهلي العالمي يبدع ويمتع ويتوج بكأس السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان ويقترب من ريال مدريد العالمي بهدفين لمحمد شريف وصلاح محسن. كابتن ماهر ألف 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 مليون مبروك للنادي الأهلي، فوز مستحق وبطولة تضاف لبطولات النادي الأهلي المقتص دولابه ببطولات كتير قوي. مبروك مبروك أيمن، مبروك علاء، بلال، عادل، مبروك لمجلس إدارة النادي الأهلي. وزي ما قلنا في الأول الكلام إن كانت بطولة مهمة جدا عشان التعب السنين اللي فاتت لمجلس إدارة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب. النهاردة البطولة السابعة لتاريخ هذا المجلس مع لجنة الكورة ولجنة التخطيط. مبروك للجهاز الفني، للاعبين، الجهاز الطبي، الإداري، جمهور النادي الأهلي الحبيب. صحيح. كان واضح النهارده ان احنا كلنا كان عندنا ثقه بشكل كبير جدا في بدايه الاسلوب التحليلي. النهارده النادي الاهلي ولعبت النادي الاهلي الرجاله عودونا في المواقف الصعبه بهذا الشكل، عودونا بتبان روح الفنان الحمراء، بتبان الصفات الاراديه للاعبين، بيبان اداء اللعيبه بشكل كبير. الخبره كمان يا ايمن النهارده حسمت بشكل كبير جدا هذه المباراه، وحسمت بشكل كبير جدا البطوله السابعه للنادي الاهلي. فالنهارده شوط ثاني متغير بشكل كبير من كل الجوانب التخطيطيه والتكتيكيه والتنظيميه. زي ما بقول بقى شوط ثاني للمدربين مستر موسيماني، فرق بشكل كبير جدا في الشوط الثاني عن الاداء عن الشوط الاولاني. وده يعني اذا كان بيدل فبيدل ان في رؤيه فنيه بشكل كبير جدا ساهمت في احراز هذه البطوله، وعلى راسها التغييرات اللي حصلت، تغييرات كانت مثمره بشكل كبير جدا. الانذارات اللي حصلت من بدايه الشوط الاولاني قدر مستر موسيماني ان هو يغير نجمين كبار جدا في خط الظهر، وينزل نجمين كبار جدا عندهم خبره، فرقوا معانا في بدايه الهجمات وفرقوا معانا في احراز هذه البطوله بشكل كبير.